حذاري من الكرة الثابتة واحد واحد كل واحد يشد صاحبه فيق ترجع الكرة الرأسية حذاري الدفاع والهدف الأول حذاري والهدف الأول هو الهدف يقبل المنتخب التونسي في نسخة البنزرتي خطأ فادح عبارة شات في السيمتر بينالتي وحده رقم ستة القائد يوسف اليو خطأ فادح في الدفاع والمنتخب التونسي يقبل هدف مع النيجر مثل 2012 منتخب النيجر يسجل بالفريق التونسي شوف الخطأ الفادح أخطاء ارتباك شوف السخير يتفرج ما رجعش مرياح ضايع Sexy ladies, dance bikinis, mix the martinis, free your feelings. Sexy ladies, dance bikinis, mix the martinis, free your feelings, free your feelings, free your feelings.
for a look at Niger photo. Ahmed El Mahamadi. جنب الشمال. فوتو كوما. شفناش أي هجمة. ودي فرصة. فرصة ضيعة. فرصة ضيعة من اللاعب يوسف أومارو. كرة من اللاعب أومارو في اللقطة الماضية. هذه هجمة عن طريق اللاعب فوتو كوما. يلعب عرضية ترتطم. تعود أمامنا. تصل إلى يوسف أومارو. فرصة كبيرة جدا في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الثاني من المباراة. خسارة أمام تونس لمنتخبنا في اللقاء. ربو منتخب النايجر باتريس نوفو اللي ضرب الإسماعيلي وضرب سموحة. وادي أمامنا هنا التسديدة القوية المرة دي للمرة الثانية. ادي أمامنا اللاعب أومارو في هذه اللقطة. الضغط اللي كانوا عاملينه. Overly physical there on Tarek Ahmed. Big appearances last year. And gone this time. But again, Zawi's team unable to string more than a couple of passes together before being dispossessed. قاعد هذه أمامنا هنا على طول المحمدي قائد وكابتن المنتخب المصري فترة قادمة. استلام من صلاح محسن عمرو وردة. الأسماء الموجودة النهاردة في دكة البدلاء. حسين الشحات هل يكون ليها حضور وتواجد. محمد صادق عمرو طارق أيضا كذلك. محمد هاني النهاردة. محمد عواد المعار لنادي الوحدة السعودي. وأيضا جنش حارس مرمى نادي الزمالك. هذه الخروج هنا في هذه اللقطة. محمد الشناوي يلعب لقاؤه الدولي رقم 6 مع المنتخب الوطني. أهلي طلائع حرس بتروجيت ثم عودة للمنتخب النايجر. حتى الآن مقدم لنا شبه كناية كرة وحيدة الحقيقة. الكرة الوحيدة اللي كان فيها خطورة. يلعب الدور. وادي أمامنا انطلاقة. عمرو وردة عنده المهارة وعنده السرعة وعنده الرغبة إنه يقدم أمام أحداث الشوط الأول. حتى المدرجات على فكرة المدرجات هدأت جدا في ملعب اللقاء. درجات هادية. وادي أمامنا كرة ومحاولة لكن إلى خارج الملعب. كبير اللي بوزل في الشوط الأول. المنتخب المصري خلاص يشعر بأنه أنهى المهمة لكن يعني كنا نتمنى الأداء يتواصل. كرة في العمق. حجازي لكن على طول تغطية. لكن محمد صلاح الشوط الأول أمتعنا. محمد صلاح بتحركاته وبلمساته وأدائه المميز جدا في شوط المباراة. باهر المحمدي. عمرو وردة. طارق حامد في وسط الملعب. طارق حامد كرة على طول ترجع إلى كاتيكوري وسط الملعب. يوسف أومارو تحرك هنا واستلام من جانب اللاعب وونكيو. أومارو انطلاقة ومحاولة التسديد ولكن يتصدى ليها ببراعة الحقيقة. المساندة الهجومية فين الضغط اللي كان معمول في الأدوار الدفاعية. شوف الانطلاقة والفرصة والمحاولة هنا من اللاعب سالي داوودة. احترف في الكاميرون في القطن واحترف في تشيبا يونايتد في جنوب افريقيا ولعب. صلاح محسن لكن مقطوعة. كرة على طول تقطع. انطلاقة المرة دي واستلام من جانب اللاعب وينكيو. مساحة الخالية اتعملت بشكل رائع من طارق حامد. وهنا محمد صلاح طبعا اللي نجح. Summer nights, beach times, the guys grind,
Until the morning light, get nasty to the beat with them girls in the club.